هذا التحالف للخميس وللخنجر بالرعاية الإيرانية وفي تركيا جاء بعد زيارة السيد الكاظمي. هل لأنه إيران أدركت أنه السيد الكاظمي يصعب استمالته، ولذلك في تصريحه في خطابه ليوم أمس قال لن أسمح بالابتزاز؟ يعني هذا يربط بذاك، هل إيران شعرت أنه ليس سهلا هذا الرجل وبالتالي ذهبت للعب بأدواتها؟ يعني خليني أقول، هو الرجل حاول سابقا أن يستني إيران، وحاول أن لا يصطدم مع ميليشياتها الولائية في العراق، وحاول أن يلبي بعضها، وهو لو كنت بمكانه يمكن أسوي نفس الشيء، لأنه لا يمتلك أدوات وقوة مواجهة هؤلاء. أجهزة الدولة أجهزة ضعيفة، وعبر هاي 17 سنة تم بناء هذه الأجهزة بأغلبيتها موالية لإيران. فللأسف يعني أعتقد ما سمعه في إيران، وربما أنه قد وصلته رسالة واضحة من الغرب وربما من الإنجليز والأمريكان، إن انبطاحه لإيران سوف لن يبقي له مكان أو مطرح عندهم. وهو أدرك، هو أدرك قناعتي الشخصية أنه يتعرض لعملية ابتزاز، وهذا التحالف الجديد أو هذه المصالحة التي جرت في بغداد وأنقرة وأشرفت عليها وأدارتها إيران وبدفع قطري ودعم قطري كبير، هذه المصالحة الهدف منها ابتزاز الكاظمي.